تعلم، فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد. تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد.